بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي التلاميذ، بنات التلميذات، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أقدم لكم درسا جديدا من دروس مادة التربية الإسلامية لفائدة السنة الأولى من التعليم الثانوي استعدادا للامتحان الجهوي. درسنا اليوم هو تحت عنوان الإيمان وعمارة الأرض، وسنحاول أن نقف مع هذا الدرس من خلال المحاور الثلاث، وهي أولا مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض، ثانيا النهي عن الإفساد في الأرض، وثالثا واجب المؤمن عمارة الأرض وإصلاحها. وهذه المحاور وفق الإطار المرجعي المؤطر للامتحان الجهوي. إذن عندنا كم من محور؟ ثلاثة محاور. المحور الأول مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض. المحور الثاني النهي عن الإفساد في الأرض. المحور الثالث واجب المؤمن عمارتها، يعني عمارة الأرض وإصلاحها، واجب المؤمن عمارة الأرض وإصلاحها. إذن هذه هي المحاور. سنحاول أن نقارب هذه المحاور من خلال آيات من سورة يوسف التي تدبرتم وحفظتم واشتغلتم عليها واشتغلنا عليها خلال السنة، لأنها مهيمنة على مفردات المقرر. فنقف مع الآية الأولى من سورة يوسف، حيث يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أبناء التلاميذ، سياق هذه الآية كما تعلمون هو أن الملك عجز عن تفسير الرؤيا، وعندما عجز عن تفسير الرؤيا طلب من ملائه ومستشاريه ورجال دينه أن يعبروا له الرؤيا فلم يستطيعوا. ولكن الذي كان مع يوسف عليه السلام في السجن وفسر له يوسف عليه السلام الرؤيا وعبر له الرؤيا عندما قال ستخرج بريئا، تذكر بدليل قوله تعالى في الصورة: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. فيوسف عليه السلام كان ساعة إذن في السجن، لابث في السجن بضع سنين، فجاءه الشاب يقول له: يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني عبر لنا، فسر لنا الرؤيا، رؤيا الملك التي أرقت الملك ومستشاريه وكل من في القصر. وحكى له القصة: سبع بقرات إلى آخره. يوسف عليه السلام ما هو رد فعله؟ كان رد فعله جوابا على سؤال وعلى استفسار مباشر، ولكنه جواب فيه اقتراح لخطة عملية عمرانية لمعالجة أزمة مصر الاقتصادية التي ستعمر حوالي 15 سنة. ففسر سبع بقرات سمان بسبع سنوات من الرخاء والوفرة والمحاصيل الزراعية، وفسر وأول سبع بقرات يعني عجاف بسبع سنوات من القحط والجفاف والجوع والحاجة والندرة. ثم قال لهم: سيأتي من بعد ذلك عام من الغيث والرخاء والرحمة. يوسف عليه السلام عبر وفسر الرؤيا تفسيرا عمرانيا، ولذلك نستفيد من هذه الآية أن يوسف عليه السلام قام باقتراح خطة عملية لإصلاح الوضع الاقتصادي في مصر من خلال التأويل العمراني لرؤيا الملك وإعطاء الحلول المناسبة. فيوسف عليه السلام أعطى حلول مناسبة لتلك الأزمة التي تدخلها مصر. وكما تعلمون، عندما سمع الملك بهذا التأويل استدعى يوسف، فرفض يوسف الخروج من السجن حتى تثبت براءته أمام الجميع، وعندما ثبتت براءته قال الملك: اوتوني به كما صنع. إذن الآية الأولى أو النص الأول الآيات النص الأول هذا المقطع
يؤكد لنا بأن يوسف عليه السلام قد فسر رؤيا الملك تفسيرا عمرانيا. ما معنى عمرانيا؟ أي وضع خطة عملية لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تدخله مصر. أما الآية الثانية أو المقطع الثاني أو يعني النص الثاني هو من سورة يوسف أيضا، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذه الآيات تؤكد بأن إخوة يوسف كما درستم وكما تعلمون يرفضون أن يتهموا بالسرقة، لأنها نوع من أنواع الإفساد، والإفساد مظهر من مظاهر الظلم. ولذلك قالوا تالله، تالله هنا قسم، وقد ورد في سورة يوسف 4 مرات تالله يقسمون، وحروف القسم 3 التاء والواو والباء، فإما أن تقول والله أو بالله أو تالله. الإخوة قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، ينفون عنهم تهمة الإفساد في الأرض. لماذا؟ لأنهم قالوا وما كنا سارقين، لأن يوسف عليه السلام قام بحيلة شرعية عندما وضع الصواع في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قال الإخوة قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فعندما بدأوا في التفتيش يعني استخرجها من وعاء أخيه، وأريد أن أشير بأن الصواع هو السقاية، وهو إناء ذهبي كان في حوزة الملك، إذا شرب منه يسمى سقاية، وإذا كال به أي وزن به يسمى صواع، ولذلك هو عنده اسم الاثنين. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ تؤكد الآية الكريمة أن السرقة وخيانة الأمانة من أخطر أنواع الظلم والإفساد في الأرض. إذن سنحاول أن نقف مع المحور الأول الذي يتحدث عن علاقة مبدأ الاستخلاف بعمارة الأرض. نذكر بتعريف الإيمان الذي رأينا في الدروس السابقة: الإيمان والعلم، الإيمان والغيب، الإيمان والفلسفة. فنقول إن الإيمان اصطلاحا هو اعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، وليس الجنان جمع جنات، جنات، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وتحقيق للعمران. إذن الإيمان يجمع بين الجانب الباطني والجانب الظاهري للإنسان، بين الجانب الجواني والجانب البراني، لأنه اعتقاد بالجنان، هذا اعتقاد قلبي وجداني، قول باللسان، عمل بالأركان بالجوارح نرى ذلك في سلوكه، وتحقيق للعمران. فما حقيقة العمران وما علاقته بالإيمان والاستخلاف؟ العمران نقصد به عمارة الأرض لغة من عمر الأرض، بمعنى بنى عليها وأصلحها، وضد ذلك التخريب والهدم والتدمير. وعندما نقول التخريب والهدم والتدمير سواء تعلق بتدمير الإنسان أو الطبيعة أو أي شيء، هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الإصطلاحية فنسبة إلى العمران، إذن عمارة الأرض نسبة إلى العمران، وهي استمرارية الوظيفة الإنسانية، الإنسان القائم على العلم النافع، القائمة على العلم النافع والعمل الصالح. إذن هذه الوظيفة الإنسانية الاستخلافية لها مرتكزين اثنين: المرتكز الأول العلم النافع، المرتكز الثاني العمل الصالح. ولكن ما هي الغاية من العلم النافع والعمل الصالح في هذه الوظيفة؟ هو الذي يوصل الإنسان إلى الانتفاع بخيرات الأرض ويحقق مرضات الله عز وجل وسعادة الإنسان. إذن عنده غايتين اثنتين: الأولى مرضات الله تعالى، الثانية سعادة الإنسان. وبالتالي عمارة الأرض ترتبط بالعمل الصالح المنطلق من العلم النافع الموصل إلى مرضات الله عز وجل.
وسعادة الإنسان. ما علاقة ذلك بالاستخلاف؟ أن نتعرف أولا على مفهوم الاستخلاف. الاستخلاف من الإنابة والتوكيل أو التعاقب. يقول فخلف من بعدهم خلف، وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين وفي رواية هذا العلم من كل خلف عدوله. الخلف هم الذين حملوا الأمانة وأدوها بإتقان وإحسان، والخلف هم الذين ضيعوا الأمانة. والفرق هو الحركة الإعرابية. فخلف من بعدهم خلف، سكون يعني تضيع الأمانة. فإن يحمل هذا العلم من كل خلف يعني تحملوا الأمانة والمسؤولية بإتقان وإحسان وعلى وجه التمام والكمال. أما اصطلاحا فتطلق على إنابة الإنسان وتوكيله عن الله عز وجل في الأرض. لماذا؟ لعمارتها وتنفيذ مراده وتحقيق إرادته فيها إصلاحا وصلاحا. وبالتالي الإنسان المستخلف انطلاقا من قوله تعالى إني جائل في الأرض خليفة، هو الذي يقوم بإصلاح الأرض والمبادرة إلى خدمة الصالح العام كما فعل يوسف عليه السلام. ولنا أن نتأمل هذه الآية العظيمة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من الذي قالها؟ يوسف عليه السلام، عندما وجد بأن مصر ستدخل إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تحتاج إلى رجل قوي أمين، وهو الذي بادر فوصف نفسه بما هو أهل له، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ في الأرض. لماذا؟ لأنه سيقوم بإصلاح الأرض وبحث المجتمع المصري وتعبئته على العمل الدؤوب على الزراعة ثم الحصاد ثم بناء المخازن وتخزين هذه المحاصيل الزراعية واستهلاكها بعقلانية. خلاصة القول في هذا المحور أن الإيمان أساس العمران، أن الإيمان أساس العمران. نقف في المحور الثاني وهو معنون بالنهي عن الإفساد في الأرض. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن الإصلاح لا بد أن نعرف ضده وهو الإفساد. عندما نتحدث عن الإعمار لا بد أن نتحدث عن ضده وهو التخريب. نقف في هذا المحور مع نقطتين اثنتين، الأولى مفهوم الفساد لغة والإفساد لغة واصطلاحا، ثم نقف بعد ذلك عن حكم الفساد في الإسلام وكذا. إذن الإفساد لغة من الفساد، أي خروج الشيء عن حد الاعتدال، فهو ضد الصلاح، والإفساد ضد الإصلاح. وبالتالي الإفساد هو إخراج الشيء عن حد الاعتدال. أما اصطلاحا فإنه يعني اعتداء على الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس، فيكون غاية الدمور الخراب، ونتيجته هي الفساد والظلم والخسران. إذن ما هي الكلمة المفتاح في تعريف الإفساد؟ هو كل اعتداء على الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس. وهذه الخمسة تسمى الكليات الخمس، وقد جاء الإسلام للمحافظة عليها، وقد رأينا هذا في درس الوفاء بالأمانة والمسؤولية. إذن الإفساد هو كل اعتداء على الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس. ولذلك كان موقف الإسلام من الإفساد هو التحريم القطعي الذي لا شك فيه ولا ارتياب، لا ظن فيه، تحريم قطعي بدليل مجموعة من الآيات. فقد نهى الإسلام عن الإفساد والفساد في الأرض، فجاءت آيات كثيرة موضحة لهذا التحريم، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أبنائي التلاميذ بنات التلميذات، ما هو الحكم الوارد في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ الحكم هو التحريم. لماذا؟ لأن هنا للناهية تفيد التحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرفها إلى الكراهة أو غير ذلك. فقال ولا تفسدوا في الأرض، تحريم الإفساد في الأرض. مثال ذلك في درس وقاية المجتمع من تفشي الفواحش، ولا تقربوا الفواحش
ما ظهر منها وما بطن، يعني قال تعالى ولا تقربوا، هنا نهي يفيد التحريم، تحريم الفواحش الظاهرة، الاقتراب من الفواحش الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حيث اعتبر الفساد والإفساد شرا وبلاء يترتب عنه دمار وخراب وتخلف واندثار وخسران. ومن أشد وأخطر أنواع الفساد في الأرض والإفساد في الأرض القتل، الإرهاب، صرع التفرقة والعنصرية، سوء استغلال الموارد الاقتصادية، سوء استعمال وسائل الإعلام والتواصل، خيانة الأمانة، عقوق الوالدين، تكاسل في الدراسة، ما رأينا في تسويقية المجتمع من تفشي الفواحش من زنا وربا وسرقة إلى غير ذلك من المحرمات. لماذا؟ لأنها تلحق الضرر بالدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس. الآن إذن ظهر لنا حكم الشرع في الإفساد، فما هو واجب المؤمن تجاه الأرض؟ واجب المؤمن تجاه الأرض إصلاحها وعمارتها. لماذا؟ لأن المؤمن رسالي مصلح، المؤمن رسالي مصلح. ما معنى رسالي؟ له رسالة في الحياة. ما معنى مصلح؟ يقوم بدور الإصلاح، بدور البناء، بدور الإعمار، تكون له بصمة إيجابية في الحياة. إن المسلم مطالب بتعمير الأرض بعلم نافع كما رأينا سابقا، وعمل صالح متقن، وبأمانة ومسؤولية، بعيدا عن كل ما يخل بالفطرة الإنسانية، لأن عمارة الأرض بما هي صلاح واجب على كل مؤمن عرف بالكفاءة والاستحقاق. وأطلب من تلاميذي أن يحاولوا تعريف الكفاءة والاستحقاق، لأن هذا الدرس الخامس من دروس الدورة الأولى. وامتلاك القدرة على القيادة والتخطيط بشكل متوازن بما يحقق المصلحة العامة والخلافة الحقيقية، قال رب العالمين في سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولا يكتمل إعمار الأرض على الوجه الحقيقي إلا إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح الذي يكون مردوده إيجابيا على الفرد والمجتمع. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذه في سورة الكهف. وفي سورة يوسف يقول سبحانه وتعالى، يعني على لسان يوسف يقول قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر، لماذا؟ لأن الإصلاح وإعمار الأرض يحتاج إلى صبر ومصابر. أخيرا، كيف أمتثل توجيهات الإسلام لعمران الأرض؟ عندنا مجموعة من التوجيهات. أولا الحرص على التحقق بمعاني الإيمان الصادق، وأطلب من التلاميذ والتلميذات أن يحاولوا تعريف الإيمان، ما هو تعريف الإيمان اصطلاحا، لأن المطلوب في الامتحان الجهوي والإصطلاح. ثانيا تدبر سير الأنبياء في إصلاح البلاد وخدمة العباد، وها قصة يوسف ونموذج يوسف عليه السلام ونموذج حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن ننظر إلى سيرة موسى عليه السلام وسيرة إبراهيم، كلهم كل الأنبياء كان شعارهم إصلاح البلاد وخدمة العباد. ثالثا الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. لماذا العلم النافع؟ لأن هناك بعض العلوم الضارة كالذي يتعلم السحر أو غير ذلك، هذا علم غير نافع. أما العلم النافع هو الذي ينعكس على الإنسان والمجتمع بالخير والنفع. ثالثا الإفادة من تجارب الأمم المتقدمة والناهضة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجد فهو أولى بها، فلا بد أن نستفيد من تجارب الأمم في إعمار يعني مجتمعاتها وإصلاحها وتنميتها وتحقيق الرفاهية لمجتمعاتها. ثم ثالثا الموالي، نشر قيم الخير والصلاح ومقاومة قيم الشر والفساد. المؤمن لا بد أن تكون عنده مقاومة ورفض لكل ما يؤذي الإنسان ويضر الإنسان، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وأخيرا المبادرة إلى خدمة الصالح العام بناء وتنمية وعمرانا، كما قال سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض
إني حافظ عليم. أبناء التلاميذ، هذه أهم التوجيهات وهذه هي أهم مفردات هذا الدرس. عندي ثلاث أسئلة مرتبطة بالتقويم إجمالي لهذا الدرس. السؤال الأول: ما علاقة الإيمان بعمارة الأرض؟ واستدل على ذلك من سورة يوسف التي لا شك بأنك تحفظها. السؤال الثاني: أذكر توجيهين اثنين ليقوم المسلم بواجبه في إعمار الأرض. والسؤال الثالث: كيف تستدل من سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن الصحابة قد بادروا إلى خدمة الصالح العام وعمران الأرض وإصلاحها؟ وإلى درس آخر. هذا عبد العزيز الإدريسي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.